اخويا حبيبي، عايزين نتوب الى الله، وعايزين ناخد بايدين الناس اللي لسه ما تابوش ونشفق عليهم. بالله عليك ابوس ايدك، مش عايزين غلظة على الناس ديت. الناس ديت مرضى تعبانين مذنبين، لازم نشفق عليهم، لازم نخاف عليهم، لازم نكون كالاطباء اللي بيخاف او الطبيب اللي خايف على مريضه. لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه، وتحاول بقدر الامكان تشوف اي طريقه ولو جديده مبتكره ازاي ان انت تكون سبب في توبه انسان. هقول لك على قصه حلوه قوي، اسمعنا ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي، فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبه ولو كانت بسيطه، فكان نفسه باي طريقه ان هو يبتكر طريقه يخليه يسلم بيها. فراح كلمه وقال له: يا فلان، يعني اليس لك حاجه في الاسلام؟ انت ما نفسكش تسلم؟ قال: والله ما يمنعني من الاسلام الا اني احب شرب الخمر. انا فعلا نفسي اسلم من زمان، بس انا الحاجه الوحيده اللي منعاني ان انا مدمن خمر. فالمسلم ابتكر له طريقه، قال له: خلاص اسلم واشرب الخمر براحتك. طبعا المسلم مش قصده كده طبعا، فقال له: اسلم واشرب الخمر. قال له: خلاص ماشي. فاليهودي قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المسلم: الان اصبحت مسلما، فان شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر، وان ارتدت عن دين الله قتلناك. فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر ابدا بعد ذلك. ودي كانت حيله جميله من هذا المسلم الفاضل.